شيخ مصطفى يا إجلاء قيب قادنا يا مركو هلا وحن سود وين يا شيخ مصطفى كسودو دل مر تي في شيخ مصطفى يا برنامج كاجي الرحمة تي في شو انت اسكدي ما انت قد بدي اتك جيدسي مساجدك الرحمة ما هي كساب سنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك على سيدنا محمد. ما انت قد بدي وحي كساب سنة ما دام أن كبدا جرنا بشي بركة سنيدة بش رمضان إن دتك مسلمين تأه إن كفى إذا استان بش رمضان وثواب كذي أجر كذا أتك أبلارن إلى هنا أوت المام هي سبحانه وتعالى نبي قنا أوت المام صلى الله ربه وسلامه عليه إم أنا بشان بله الله بيتوان كبلوت وبش وقف لقى بدن إن بركة دتك جانس كاسي أي سان ضيعن أو كفى إذا استان وإلهي نقول دوادان سبحانه وتعالى أيقنا يسكو حريريان يسكو عفيان سي إلهي سبحانه وتعالى وثوابك ودي أجرك بشا سعي الله ذهي وإلهي أسي سبحانه وتعالى ما أنت معناها قود أي كهل ليسي بشا ما أنت قد بدي جمعات أنك أهل ليني أرمها سي أهيان ما أنت بيحان كهل ليني أدبادو ما تسنتعي داود يالا ديان إذن حسوسيو سؤالها كسعب سن رمضان كا إسعفين تأيو هدي أجرتو مسألة دين أو مقدو وكاقة جيرو إنتو برنامج كسعودو واتصوعي كرتا شيخ مصطفى وادنوي دين كرتا وحنو ديارو إيهاي إنو إذن كا جوابو بل نو قد قل لبادي قيبو دا يسوو كولي يسوو قد جرتي قدبادي هدي آد بل هدي آن دقيقة دا بادن كسينو أو كو آدن بل إنا دادك جارسيسو قدباداس بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرتوحان آدي آد وما هدنا يا مامولا يالك تي فيغا دالمر تي في ومر لأركا كاقيب قاها توعي قل انت بلشدة أيغو أسو قد بيا واحد داناها إيه وناكسن إيه أما بلشدة منفعة أو أسو أنت هاي أديت هاي تود هو شدة الدنيا يهتيت همدة ودا آخرابا تنكال مركا دان قد قلو ما أنت جمعة دي خطبة دي وحي يكو ساب سنيد سان هوريد انكو قلت المامي ببش رمضان وبالبركة بدن وانا بالنبي عليه الصلاة والسلام وآد نقول رغب قلي إنا نكود فائدي سنة بش أيضا لأنه عمل كاللقبت بش رمضان قده هذا وكا لو الله بدن يهي أعماش اللقبت واختي هذا كالي سيدا درتيد وحان رحي أهيد مركة ما أنت أرمها أنو كهد ليني قولك النبي قلنا قبضنا عليه الصلاة والسلام قول لي من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ما أنت راح أكمل هذا الحديث معناه قد بضنا ذي كسر نيدو وحوت النامة النبي قل بشان رمضان أفكي يقوم وقيام كلي ماذا أفكى أسجد ذنوبتي سئن الله دافعه ذنب جيس علي ذنب جه ري الله دافعه يا ما أنت احتياج جذا مرك أن جو أن أقبله إن ذنوبتنا ذل دافنا وهو ده أجنعي محيا القفك وحيابها وكم متيسنا هي إلهي عقاب كيسة أم عذاب كيسة وحاكو كا قفك الدن بقى أمام عاصدة وقاله وأنا وح إلهي عرق لين هيو مركا وحيابه زلات كها بنا آدم كنو زلئي واكد عكران حدي مركا بشان رمضان انتو قال لكو قارسي بشان رمضان قفك وصومه قيام كينا ولي ما دو هبينك وصنة دي أما صلاة تراويح دو أكله أما قيام ليل كي كلا دو لي ما دو أسوغو أرنكاس نو أسمينا يا إلهي درتيس يا إنو ثوابي أجر وكهلو إلهي نو أقود دنب دافو وحو نبي قنو أقوب الشارع يؤنو عدي عليه الصلاة والسلام إن قفكا سي دنب جيسي هور إلا دافا هيو وحا كالو جرتا قفكا وناق السمعينا إلهي سبحانه وتعالى وتولي إن الله لا يضيع أجر المحسنين إلهي سبحانه وتعالى ما ضيعه ضدك وناق السمعي جورتو دي وحي إلي مادين إلهي كأو ضيع ما هي سبحانه وتعالى سيدا درت هذا مرك وحالي رادا غفك الصائم كأه الصوما بشان قته واجب كاس أما فريضتها إيضا عفيف دور سنادو كدور سنادو وحيابها اللغوي كأه أما ثواب كي برن هي أما وحيابه كراسون كي نفتي كي سبا كبا برن هي هدو غفك مؤمن كأه كفو قادو وحو النبي قنوات المام هي عليه الصلاة والسلام إن غفك أسقى إلهي أكتي سؤو كهل دونه ثوابي أجر وين عظيمة ما لنت آخر مرك أوتقه وتر ربي وتربي وتولى سبحانه وتعالى مركو كان لا يدك وناق سمينا هي وإلهي أطيع سبحانه وتعالى أوامرت إلهي نفولين هي لهم ما يشاءون عند ربهم وحي إلهي أكتيس كليه سبحانه وتعالى وحي أي إلهي أكتيس هذا وحلي وحي دونان وإلهي أكتيس هذا كليهين ذلك جزاء المحسنين بإلهي الله سبحانه وتعالى أرين كاسن وادتك محسنين تونا قسميه جزهو دي يا أبا المرين تودنه وإن وحي دون هيان مال انت آخره
جنة نحده إذا إلهي أكسي سبحانه وتعالى وحيابها مركا ما أنتو أنو كهد لينا مركا وحاكم إذا إنو قفك وعرب كيسا وإلالية كان إلاليه وحيابها أن مناسب كوهين دادكو وحي أمليان مركا ليرادة الله سوما وحالك سوما هي كلي إنا يهين شيء قفك وحفورا سيدا عنتدي يا عبتانكي يا جماعة وكله لكن وحا النجر ريبه يا النبي قلنا عليه الصلاة والسلام وحا لي وحي الثواب كينا كابا بإنا هي بشي رمضان أجر كذي ثواب كذي أما كابرنا هي بصونكي أو إذلبا وحا كم إذن مركا قولك النبي عليه الصلاة والسلام حديث كأبو هريرة رضي الله تعالى عنه لقوري ونبي كورنا وتوير النبي من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه قفك أنا كتقن بيور النبي عليه الصلاة والسلام قولك قول الزور كأه إيكو عمل فلأ سأقل لكو عمل فلأ إنو قفك بين لي ماذا أما كلام أنا وناكسنين هذا الآن في عناي قفك أولي ماذا أوليكو عمل فلأ قفك أنا كتقن بيور النبي صلوات الله ربه وسلامه عليه فليس لله حاجة إلهي وحدنه أو أكلي هلا ما أركو في أن يدع دعامه وشرابه إنو كتق قفك سدعام كيسية شراب كيسة معناه أكلتش يدنا وحيه النبي عليه الصلاة والسلام ونوت المام هيو قفك إنان للربين كليا إنو وحو كسوما هي أي نقو تعبتانك يعونتانك إي إنو كوضا سوما وح ألا إيو وحي قفك ثواب كيسية أجر كيسبا بإن هيو وإنو قفك أوفرها كغاداهي لذلك سيدا درت يدمرك النبي عليه الصلاة والسلام وحيابه أنه انتباهي أما أنه برارجية وحاكم إذا إذا نفتق هذا انت هذا معنا بشه رمضان كو قد ترتد أما عمل كاسي وناكسن أسمين يسيد ويدعي كرتها إن معناها قف أنا وحنا المناسب كو أهن أنه كو يرادو أما كلاب الدقالما أما قول آذان جعلين أو كو يرادو لكن وحي ردقي أسمين لهيد نبيك إنو تلمامي صلوات الله ربه وسلامه عليه وواتو نبيك نوغو أورانا هي صلوات الله ربه وسلامه عليه إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل بير نبيك صلوات الله ربه وسلامه عليه هدي أحد إذنك إذن كم إذا ومال سومي هاي يوسم وحا رفث كاللي إراد الله إيمان يولي نبيك عليه الصلاة والسلام يعني وحاوة يقفك إنو إسك إلالي قولك فحشيك إحن معناها أنا وناك سنين هذا الله أنتنا أنا وناك سنين كعرف الكيسان أنو هبونين إنو إسكا إلالي وقال فحش أحن إنو سن لا إيمان تاسوا مد كلو حوي النبي عليه الصلاة والسلام وحجر فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم مثلا وإذا أكرت أغفل وقل رد قاله هدو قف قل رد قاله وقد أدق أدس إلالي نيسد وقد أدق أسكر دوري نيسد أساءها تأو كلمات أما فعل حن وأدق إنو دمعه كوسما أما وقل رد قاله وحاد كتر هذا وير النبي عليه الصلاة والسلام هجر هذا قفك إني صائم إني صائم أنا وان صومنا هاي وان صومنا هاي معناها اللي قالت شيء ذا وحوى يلا بقى ربع ويت هاي ومرض يقف كاسه دويا نفتي يسقف إيمان له ودي إلهي سبحانه وتعالى الرميسن ونبي الله محمد رسول الله مدرس الرميسن وما لنت آخر إن حسابي أي جرت آمين سن هذا كنت رأى إنه هو وان صومنا هاي وحقف كاس اللي أركا قلبي جيسين وسوا دكتور تور قف كان ما دام أسوامي هو إلهي درت أسوامي هاي ونو كل دقالمي كره أما إنت آتر وحلمي ذا أكله كره هيي هيا دام أكعفي فتر وكرنا ورصدان كأصدر إسك إلالي ونو إسك إلالي إذا هدرتي سيئنو سومي هاي ورادوغنا محا ثواب كادي أجر كادي أتسقبها بإنيسا ما سيدا أسقب أجر كي ثواب كأود ورصان هيو ما دوغو دورستين ويسير هذا وقف كي مركاس وكاها كذا وإدعي كرتها إني سائمتا نفتي جادانا وحادي عكرتا إنو قفك نفسدي سكو حكمي أيضا نفتي جادا ونفسدي سأو شيغو هدي أرغو سن لهيد إنو يهي قف سائمة إلهي درتي سنا أصوما إنو يهي نفسدي سيدا أكو قنعيو وحلمي إيه دلقاد مركز نفسدي سيهو يالاتو وحيابها داتك حقو داكا إيمان كرهي وحاكالو أيضا نجرت النبي عليه الصلاة والسلام حيابه وكهل لهي وكمي دهيد إنو قفكو أساقنا دي سونكي مانتا ولا ودا سوما يا حقيقة مركان كهل لهينو لكن إن بدن أودان يرادة كمي ده أما إن بدن أودا يالك كمي ده أما إن بدن والله أركو هو يوينك أما قبلها ناقة كمي ده وحادع كرتا إني سن كأف دورسن أما إيسان إسكا إلالين وحيابها سونكو دي ثوابكو دي بابين هيو وانو تون نبي قولي عليه الصلاة والسلام ورب صائم ليس له من سيامه إلا الجوع بدنا وحاب بدن نم بدن أو سومن لكن سونكي سي آنان كدفينين وحان قاتشك أهين ومعنى هذا او يهي قفك واسومن يهي لكن صوم بلا ثواب لآنا بلا أجر لآنا يوقف كاسي صوم هيا وحاكينا هينا إنو قف كاسي كدور سنين وحيابها اللغوي قاة إيه وحيابها آنا وناك سنين سيد قفك إنو قيبي أما حان أو قف حانتو
أما النميمة إنو داد اسكدرو أما أولي ما أدبح كذبه بيانا أما وحساب ساسو كلام نبي قمرك ساسو لي عليه الصلاة والسلام ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر ويرنبي بدنا مد أساقنا تاقا نفتي جيسا تاقنان تيساسي قيام كاسي أولا إمانا هي عبادة أولا إمانا هي أو سنكد يفينين إلا ما إنو انسهري يسو تشيد موياني معناها أنك لجيه وعناه نبي قمرك لجيه دانا وحوي إنو قفك مؤمن كاس دوره إس إلاليه إسكنا إلاليه وحيابها ثواب كي أجر معنا قفك كباب بيناي من أقو قفك مؤمن كامركو دينتو وطير ربي أيكو إماتو مركو قفك أسو دينتو وحيابها كو لغو أمانا وحا كمدا وحيابها أقو وين لغو أمانا وحا كمدا قفك أسوحوها قف أفقابا معنا محوي هاي قف لغن نبات قل عرب كيسا وحيابها حمانتا أنا كو هالين شيخ يابها واسي وضا نيسا داو ديال وحان جعلا إنان إذن حسوسيو تليفون كمركا أتصو وعدان وسيل عيا كدب إبر تابا يا لقولي هاي مركات إبر تابا تو أيو أنا جانا سيتو سنوس وجود بيا مركل لقولا هاد الله هيسديهن معرتي تلفون كا سيدان أسي جرا عاد نجيسو إبر تابا كدب وسو جلسة سيو ذا مركش إن شاء الله وحجابه مركل قف كم من لقوا أمانة وحاكم إذا وحكوا بعد إن يتهاي قف كاس وقف أفجابا بالير هذا أما ننها هذا أما قف دمرها هذا دور سنة تمركل قف كأنو دور سنة أو كدور سنة وحجابه أنا وناك سنين تقفك وحوكم وتيسنا يا إلهي رديس يا رحمة ديسا هدي بش رمضان لوسي جرنا ويبكبسي درنتها يقفك إنو سلا اليوم مر الأركه أيضا يبغى ناك سنين هذا نبش رمضان خاصة وإنو آت قفك مؤمن كاسكوس إلى اليوم وأنو تون نبي قتلنا مع عليه الصلاة والسلام وحيابها قفك النار تجي وحاكم ذا لو أرمود من نبي قتلنا ما وحاق وبدنا أوضتك النار تأيكو تجام وحاكم ذا بير الفم والفرج وأفك يفرجك ومعنا فمك لجلج هذا اللسان كعربك وحي وقفك كوها الله يمانت او اذل وان وحانا وناك سنين انو كوها الله وقف اما حمنا هيا اما او قف وحكا شيئا هيا اما داد او اسكو ديرا هيا اما او عقدد ايو حمان ايو كلفوغين داد كالحضا او دالين هيا اريما هسو اذل وحي كميتا وحيابا قفك ثوابك سونكي سبابي انا هيا وبربورين هيا وحانا واجب كوا قف لاركو انو الال صدو اولا نرتا سونكا اما داما بشه رمضان اي ادو فضل بدانتا هيا انا نسدورنو تنكلا اغادا دنبيق الله سمي بشه رمضان قده هيدا وكوينين بدن يهي دنوبتا لقالا بلاها كالي سيدا قوابها قار كاميدا دنبقا لغو قلا اي وقوين تهي قوابها كالي هادو قفك هادو حمان سامي مثلا نعسيه والعياذ بالله إلهي بانو كاميقا قلينا ويحنتها إلهي نوي عرق لنيسا لكن هادو كسامي في المسجد وكالا مساجد حديثة اما حرمك وكالي دنبقا لغو قلا حرمك اما مساجد وكالا اما ميلاها بقعيك مبارك بركيسان وكالي ويكوينين بدن تهي دنوبتا قفك بنانك وكو قلا رمضان كان بشان رمضان أيضا نفتي كذا ويكبل لارنتها وين كوين تاي دم بيجا قفقة وكوجره بلاها كلا دنوب تأجر بشة دم بيجا أجرها كوين سيدا ثواب كي أجر كذا وقبل لارن يهي يا أيضا نفتي كذا نعقاب كذا وقبل لارن يهي بشة رمضان جده هذا قفقة وحاء وسمين هيو مركا وحاء نفس الدي دي نفس الدي نو أن كل تلين هيا وأن كل دردار ما هي إن دور سنانه أضامها إلهي وجعل يا مالنت آخرنا إلهي إلهي نجم الدجان إلهي كبر يا إنا وحكم إذا هيدو عنها يعني قفك مؤمن كمركوس دور رئيس إلى عليا وحكم إنه أنا أضامها إلهي مالنت آخر ونادنا هي وإلهي أيدس وكل هذا يورنا هي يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزن ولا أنتم تحزنون أضامها يجو ما أنت دش إنه وح عبس أهم أهان يعني دور سنانته وحيابه الوجه لو حكم إذا مالنت قيامه ودتك أرجع حسن يهين قفك هاسي مؤمن كما أرجع حهيو هذا هو يا هيد أما جبر هيد يهدو أباها يقول أن يرهدو هوح وهابها هذا مالن كاسي أرجع حي أرك ما هي ولا أنتم تحزنون بلي مرة مرجيسان بل إسكدا في إلهي وحوله يا هي مركو سفينة هي قوة يجون مرجين أن أضامها سوا قوة الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين وقوة إيمان كلا جهلا أو آيات كنا جرمي هذانا نقد قوة مسلمين وهو جانسن إلهي هو جانسن سبحانه وتعالى وحاله أرنها يا مركز أضامها سداس إسكو صفات كاسي إسكلا ودخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون إذن كي حاسس كي نبى الجنة قال الله أرنها يا إذن كو كنت متوع إسان وكرا حيسان إسان جنة أيضا إلهي مركو حسي تلمام سبحانه وتعالى مركي جنة سجلان قاب كل لوسو دوين هاي سيد اللو قخد مين هاي واتو ربي لي هاي يضاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلد الأعين وأنتم فيها خالدون ما شاء الله أنا وحاول إله إلهي سبحانه وتعالى وحلالة طوافة هي أمبالين تاسي مركي ميشا سجلان معنا صحة ما الذهب كسميسان يكو بابا لغول ضوافة يا يجا نفتو غنى ذهب كاكا سميسا وحي ليهم بير إلهي داد كاسي أضوامها
إيس إلى ليا دور سنة أدونك أنت أي جوغين ما تشتهيه الأنفس وحي النفس يالكم عنها نفس الضوء وحي يشتهي سؤد البيليهين وحلي وحي آدربتي إلهي وكو حلي لهيا حتى وحي يابه الدوني ذا المركة أنو تشوغنا نقا حرمان سيد الخمر دي أوكالي هدي إلهي قفك أسي جنة دقية خمر داسي والله حلي لهيا هاوين كبدن دادك مؤمنين تواي كحرميهين وإلهي وكحرمي سبحانه وتعالى بنا إلا أفرنا قد وحكا بدن لكن ما لنت قيام قفك مركو تغو تضباطا يلا بحور عين بإلهي سينها يا سبحانه وتعالى أو ديراد أقوأه كوي حاسسكي سهدي إلهي أساقي حاسسكي سجنة أقوئي وحيابها إليهم بكمتان مركو وحلي وحي نفسه دو معنى يشتهين يسو وتلذ الأعيون إندها نمعنها أي مركاس يكون معناها تلذ هيان وكم معان سن هيان يي كل يهم بإلهي سبحانه وتعالى وأنتم فيها خالدون بلا أرنا يا أم ماشس مركو يكون وراه ونعمة أبدية وقفك مؤمن كمرنا بأن لقسو سارين إذا مركو حان معناها إن إلهي ضمهس إلهي نقدق سبحانه وتعالى وإن المر الأركاد دورسنانا تنكلنا عفنت يا قلبك وناكسن أيضا نفتك دنو وناكسن تهي أو بشهر رمضان قده هذا يعني واتو النبي عليه الصلاة والسلام عماشو ولا كريلا إلا دور وعنا وحاكم بده ذاتك أنا عمل كود لا كريلا لبض الروح أي وحكا دحيان أي مركز عقودات اسكو قبا هذه لبض الروح عقودات كد حيان إلهي وحي الله سبحانه وتعالى عمل كودها سو كريلا ملائكة ماشي سوي تشوغان إلا حتى يصلحا إلا أيقو إيكه الشيانو حمانتي لحظة ذاتها اللي إسكا ساران كبعدنا أي سيدا سايقا كون نقدان ضد معناها إسعافيي قلبي قودان ووناكسن يهي إلا أي نقدان سيدا سونا نبي قونا نقول دردار مهي عليه الصلاة والسلام إلهي مركة توفيق ذا الله نوافجيه كلمات كيغا إن شاء الله تعالى انت سنكسو ختمها يا بإن الله تبارك وتعالى أدباء أمهات سنتهي شيخ مصطفى عبد الله بلحن إمام كمسجد كالرحمة مقالة كولومبوس برنامج كنا والرحمة تي في شو ستو ساعيادنا نوغا داونيسان هودا طبعا فيسبوك أما سوشيال ميديا هنا لايف أيان كنا هاي سياد أغفا إيريستان قد بدأ يوليبا دعوة أو شيخ حلقا كقد بنا يو مركا نوحان أسو قد بينا لنكي سؤالها شيخ مصطفى قفك إساقو حاسله ay ku dhacdo inuu ijmaac sameeyo isagoo Soomaan qofkaas xukunkiisa muxuu noqonaya qofka horta haaskiisa u tago waxyaabaha nalaga reebayo oo nalaga reebo waxa kamida bisha Ramadaan marka la leeyahay qofka ha afay ha soomo soonkaasi wuxuu soo galayaa inuu qofka ka afaysto waxyaabaha cunitaanka iyo cabitaanka iyo jamaa naftigiisa oo qofka inuu haaskiisa u tago waa waxyaabahan laga nahay kamid tahay hadii marka qofkii uu u tago haaskiisi midalan ayadoo bishi ramadaan lagu sugan yahay maalinna ay tahay bishi ramadaan macnaheedu fajrka marka uu dhashay ila qoraxda inta aysan dhicin haaskaas hadduu u tago laba loo kala qaadahayaa hadii tagitaankaas uu aha mid macnaha nisyaan ama ku yimid ama uu sanba ka warheen labadoodu waxay doonaan ahaadaane de waxay kamid tahay waxyaabaha Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu qofkaasi u caafinayo ama laakiin haduu qofkii kas u sameeyo oo uu haaskiisa u tago laba arrinba qofkaasi horta way ku dhacayaan awalan uu dambabay oo haddii dambi weyn oo cadeema ah oo waliba dunuubta waaweyn oo kabiirta uu ku dhacaya maxay yeelay maalin Ilaahay uu ka xarimay subxaanahu wa ta'aala inuu ficilkaas sameeyo qofkaasi la yimid soonkiisa horta waa burhaya ismina waa ku dhacaya qofka asaga waxaa kale oo asagana ku waajibaysa kafara la yiraahdo kafaratul udma oo ah kafaradu way waaye oo nabigu kaleey salaatu wasalaam ayatu quraanka ay cadeeyneysa nabiga uu noo tilmaamay salaatu allah rabbi salaamu alayhi oo ah marka koobaad qofka asaga ah inuu haduu raqaba xoreyn karahay adoon inuu xoreeyo oo uu markaasi horeeyo qofka asaga hadaan adoon lahayn sida hadda maatalan meelaha nada joogo suurtagal ma muddadan dambe waa iska qariib in qof adoon lahayn waa iska adag tahay ama ma bajirtaa wala oran karaa hadii marka qofkaasi inuu qofka adoonka horeeyo hadii kala laba bilood inuu soomo oo waliba israacsan oo aanan kala go' lahayn oo san kala goynaynin waa qaybta labaad qaybta saddexaad ayada naftigeedana waxa weeye hadii uusan qofkii uusan karin oo uusan awoodin laga gudbimaayo qofka haduu san awoodin hadii wax maani ah kama inaayo aysan jir macnaheedu cudur daar uu san lahayn qofka asaga waa inuu qofka labada bilood soomaa haduu san marka qofkaasi soomi kareen labada bilood inuu israaciyo dhufi asaga ku dhacay ama awood la aan ha ahaato ama inuu sanba intaabu adkaysan kareen baa ahaato hadii aysan suurtagal noqonaynin ka bacdi waa waxa loo gudbay qaybta saddexaad oo ah inuu qofkaasi xore macnaheedu uu qoodiyo
لحد المساكن إنه قوديو تا يذا مرك قفقة أسقى يا كوا تبيسة وأنا لكن وحكسي وين بدن إنه قفقة د مال رمضان أنا وبريء أو كبرية جماعة خذنا وآثم كنا قنايو كدن باب هي أرنك أسقى تنا وأوده رادو دوا كفارة أسقى دوشي سسارن لجنا رب قفقة سينو قتو لغونا حسابنا هي ما لنت آخر مركي لطب إن شاء الله تبارك أدبا ومحسن تاي شيخ مصطفى تاس واخد قد بينا بل كورن دادك وحيرا تان واسو منحي والا قرتي حد نولي وحد مغليسا مرونكي يدوده يحنتي وكالين يسي سعودان محاكو كلي فكرة يات سلادا يقفك إساقو سو من إنو ولي كسي دير هذا وحيا باس ولي بقى يدو ليري شايدان كنا وحيريا نعم صحوي نبي عليه الصلاة والسلام وحاجر حديث النبي عليه صلى الله عليه وسلم على بشر رمضان كل قال دائم وتودا إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسفدت الشياطين بشر رمضان سيدي إذا ومرك هرت لجارة وحو النبي قلنا وتلامي جنة الباب هذا إلنا فرهيو الباب هنارتنا إلنا حرهيو شياطين تكو وذواوين أما مرددها ماذا حاطقنا إلنا حرهيو وبشهر مركا ادوين ودتك مؤمنين تا اليه وصائمين تا الصومن وحمرك لا ياب لو سيدا ادو شيغي سيدا يدو بل رمضان لو جيرو ان ددكي هدانا مركا قاركود اريا انا وناغسنين اما اسفلغادين اما اسعايد اما قبيل عايد اما اردي قفكه شرف كيسا وخ لا شيغه اما ايغ نفتو غودبا اني بو وخيبا ساسو كلا سميان وحمرك دعي كرت دي شياطين تو ولا خيرا ليرادا او كوودي ولي مردد هي مدخا ادكا اي وا ويناوا لا خيري علمود مركا كا هدلاين وخي يرادان شياطين تو واسح وا لا خيرا لكن waxaa liirada dadka qudbina aadamka laba qaybood badana u qaybsan waa maray qof marka horeba de dhowrsana oo is ilaalin jiray intaana bisha ramadaan aysan dhalan iyo qof aanan ba mark aanan badana aanan is ilaalin jiray bishii hore oo sheeydaanku mar la arko uu ka adkaaba oo intuu joogo hore sheeydaanka tababar badan wuxuu soo siiyay 12 bilood hore iyo tababar weyn soo siiyay waxa dhici karta marka bisha ramadaan markay gasho wili inay ku sii dambeyso يعني وحيابه وشيطان كخوف كاسي تبارك وسيء وحيابه أول فعل ذي حماه كله ترارح حمارك إني لجرتها ولا أركاب إنه حتى بشي رمضان جوده إذا أيضا شهادين توين اللي جقبتي لكن إنه عملك حمار لي ماذا وهو حمارك أدو فالحن وأنا مدة كلي هذا النبي قلت لنا عليه الصلاة والسلام أو ثوابك يأجرك قفك كباب إنيسا أصدق إنه سومي هاي وسومي هاي واسح إنه أفيسته لكن وحكم غن وحي وينا جزيلك هايو فضلك بنا إلهي وقتلك لأدومه سمؤمنين تأني كفا إذا استان بشان رمضان أو أه إن عملك آت قبتد ناشي طوان لسكسي إنجري حق ثوابك إي أجرك ما أنت أكتر رب ذن يهي إلا ما تون نبي قير عليه سلاة وسلاة إلهي سبحانه حد نبي قوتو كورما حديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا صوم فإنه لي وأنا أجزي به عملك مركز صلاة صومك أولا صوماي وعباده آت أقيم بدن ثواب بدن أجر بدن نبي وضعتا وحمرك النسقان هو وحلقنا حيادنا قفك أسوق مؤمن هو درينسان ثواب كاسي إنو جرو إنو إساقبا بي وحير أو فضوط أما قف لهم رمائي وكالي وانا قول كهذا النبي قد داي تحديد كقول كان شيئا إنو حدو قف كل دقاء لما أما أوبكو عايو أديق مركا هسكبا بين ثواب كي أجر كي وحاد سميسا سو النبي قل عليه الصلاة والسلام كلمة دان قاضاء وحاوي النبي قل وإذا امرء ساتمه أو قاتله مركو قفك سائمك وكهل لي فليقول إني صائم ثوابك مركو إنو اسكبر برما وحكوك إني كرهيان إسلاهي كليئة ونفسدي سأما رضاء فريس السوء أي حمان تفريس كليه قفك سؤه قان سمي لكن أمؤو سنه قان سمين قولك الرب سبحانه وتعالى إيا وصيدي يدر دارن كرسولك أمؤو سنه قان سمين قفك مؤمنك عاقلك أنا وحواجبك إنو أولا هرتي سصوردكته وحو إلهي فرهي سبحانه وتعالى أو لقربه إيق نبي قاد محمد عليه الصلاة والسلام وحقه كفرهي أو أه لبضه مصلحة ذي كتلين هيان سيئونا ثواب كادين أبابين واجب كادين أدو قدتت وإنات قديستا أو أترع ذا قولك إلهي أكله وإنات فرتوناتا سندي أما هجيق النبي محمد عليه الصلاة والسلام أكوت المامينه وإنات مركا إيضا أترع ذا سيئونا ثواب أجر كادو سن أبابين taasi markaa waxaan dhihi lahaa ragga dadka ayaga ah la imaanahay qowlka xunka ah haska ilaalan wali ba qasatan waxaan aad ula dardaarmaya dhalinyarada iyo dumarka oo in badan ay badan tahay waqtiyada ramadaanka loo joogo inay ama aad isku caayaan ama ay aad isku aflagaadeeyaan ama ay aad isku xantaan gabar la arko muslimada waxaan leeyahay ama hooyo la arko muslimada iyo wiil la arko dhalinyaro wanaagsan inkastoo raggooda halka naftigooda qaar ay waxa si ka dhacaan laakiin inta u badan ba labadoodaas u badanay
انت عاد بشهر رمضان كجر تاني غير كذب اسكا الاليه واحد ثوابك اجرك اذا كبدن اذا كبا بين هيو واي كم بتاعي عايده هي في لقاده هي قفك عرض جيزي شرف كيسو او حلقة شيء نسب كيسو حلقة شيء اما ان ادين بس غارتنا اسكا ود الى لنا كل ادبا ما سنتاي جزاك الله داود يا لدي ان مركل ايدين حسوسيو برنامج كان وبرنامج اولي هي مسجد الرحمه وانا برنامج لوغو تلقلي ان دتك ان مساجد كسو غارين دعوه لوغو غارسيو غري هودا ما دام اي جيران دت تر بدن او ان مساجد كسو غارين وانا قيب كميدا دادالكا اي ودان علماء مسجد الرحمه ايغو او كاشنيا دلمر تي في سؤاليني ايا سي ودانينا شيخ مصطفى حجر دت شقدود اي تهي سفر مركا ما أقوله خن كرتا عذر دار ما دام الشقة معلومات كودي والسفر يعني بيش بركة سنة رمضان إني إسكا أفران. بسم الله. سيدا إني منك تراجية وضوك على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. أرتقفك مسافر كا ما حيكم بتاعي. دا سؤال شو سواه هنا دا وضع يا نصوعي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. اها ولال ما قاعد. من الصالح. امن هالكنة يسوى عيسى. ماشي ماشي من الرحمة اكتيبة. هي برنامج كم الله سعتها. من الرحمة اكتيبة. ها ما تليفونك يقال برنامج كم الله سعتها. سؤال شيخ انا وحيا بسؤال انا هي سؤال شيخ الشيخ وكم اغليا امنه اي اي وحان ربا صلاه الليل انا ربا ان انت كذا وحان سا ان انت كذا كفي لا هي هي اي اي شيخ سدا انت كذا الى صلاه الليل اد بعد ما اتسنت هاي الشيخ وكم اغليا اسيان او غدبنيا سؤالشا امنه ادغنا خير الله كسيو جزاك الله أدب ما أتسنت هاي آمينة دب عن شاب ومغلسي هاي تروح عن قرن لا هاي سأتلو إن تكذن ربا سيان وتكذن ما أقام بارك الله فيك خير بدن الله وأنا وحيابا برنامج كان له سمي ما شاء الله تبارك وتعالى إلهي خير بدن الله كو أبا المرية ما آمينة ولي بعد كذا نملا ينهي يقف وهي قف وين إني تاي صلاة الليل كصلاة داس معناها صلاة الليل كده وهذا النفط كذا حتى عدو قفك إلي ما دو تراويح دي النفط جادي قيام الليل كيف كم صح وهدي إلهي كوا فجيه سبحانه وتعالى بعد العشاء مرك اللي تكذا أكله هنا جماعة دي معناها تراويح ده اللي قلتو كان هي قفك وهليله قيام الليل كيف كم يتاعي هدي مرك قفك انت هسي وحكا سي بدن أما انتو سوق قاري واي قرق سوق وشوق ومساعد كوسن سوق قاري كرين وانا باهي قيام الليل كاسي وحي ونكب الله مساوحي صلاة عشاء كب الله وضوحي كدن بيه إلى طلوع الفجر قرحة ذا مع فجر كذا لش ذي فجر كذا لش أنت اللي جا جاره يو ساعة ذا هديات وشكتو وقت وقفي عن وقت الورك وقفي عن وحوي ووقت جا السحور تو كله وقت يا بقى وقف اللي جبدن مثلا هذا لبده بينما أو كله مركي اللي شو جتو أو كله دي أي أود ويا لان كرتوا هي هو جا أو كله تري أو كله حتى ون أو كله دي أي قفقة وتكن كره هي أو كله وواحد وفضل بدن صلاة داسي مركا لبلا ورق حدود والنبي قواتو نوت نعم عليه صلاة والسلام صلاة اللي كابينك صلاة اللي كلتو كدو والا والا بجر نبي والا ورق حدود والبلا ورق حدود بي حيران يسا لبدا رق حدود بي توكان يسا ويتحياتنا يسا ويسلاما نخسنا يسا هادان الله وكلا يتوكان يسا سيدا سوكلا هاد بي اندا قد يدي يتورت يدا انت اي تاي هاد اي مركا سي وطر اي دمع دينا وطر سنة هل بي كو وطرن كرتا دي ربطو دي ربطو سدح بي كو وطرن كرتا دي ربطو الشم بي وطر كي كدي كرتا لكن انت اقول يا رقفك بن ادم كصلاه داس صلاه الليل كلي راد وكتو كان كراي ولا برك حدود مركا اني لبدا سر حدود او كلي تو كتو دي الهي سبحانه وتعالى وحي كقدوم وقت غاس كل وقت غدو لو فضلك بدن وا وقت غدا ان تلمام انه او وقت غاس حورته وحي تو الف كسو كدوم بينما الا يا لغا غارو يعني 3 يا 4 او كلي انت ودحيسو وا وقت ادي ادو فضل بدن حدي مركا انت سو كلي
وقت كم ذا ما مدى سماه يدا سأي سو تو سكرتو مركز أي ويسي سكرتو آير لبا لبرك حدود هو توكتو لبرك حدود سنة الليل هي مركز حيران إيسا مركز توكتو لبا ذا سنة ويس سلام نخسر إيسا هذا لبا كلي توكن إيسا حتى يوارك تمرك إنا إلا يودي كرتو فجر كن توكر على نهيو حتى يستر هذا مركز فجر كألا إله هو على ربا حتى مركز يوتر أي سنفيد كهر سو توكن مركز هو ترسو أما هل هكو ترسو هل سأل رجع ذا أما سدح الله إماتها دائما كي يأود المركز وحي أود ودي يتبرت يدعيتها وأنا واحد أدلوغ فرحة والله يقف ما معه وأنتو واجب كي يقول تهدنا دائما إيضا ويترتها دائما قيام كاسل إماني أنوغو ما أنت أعلوغنا هاي إم بضان أود أدودو أي رياح وكحوك بضان وكفر فرعون بضان كنفر فرعون أودنا أوله ما أنت إنتاس ما مد هذا إنه ويدينيس ولي إلسو جيدا إيضا لبوان وح بضان إني سمين كرهيان وإيره هو يضاسي إني سمين كرهي دعي كرتون هدانا إضايع هيان وقتي لا أركان هدانا إني سو جيدان ويسن جيفين بل أي سو جيدان وحي كسو جيدان لكن أي تاي لهوي وح ما لا يعني أما شلون ما يجرين أما هذا السنة ما هم عليه داون هيان أما ما أنتوا إذا التي في بيكل قد كم شهور كلا يوح يا بساس وكلا يوح يا بعن قيمة بدن أما هو وح وناك هو بدن أما طرب عيار هيان أما لو بعيار هيان أما له وح ساس وكلا هي سمين هيان وح مركا عنده لها إن لو قد يستطيع مدن تهي ما أمنا إلى خير بدن الله سيو تذكر كلا نوح عنده لها مو هو يوين ككلا أما رجع دمرك أنتوا هكو ده يستطيع ما مدن سوى ما هذا قيمة بدن وما تنتا شو مستفى داود الرساد أركيسان وحا لو أقول تلقلنا برامجك إن دادك عن مساجدك سوء قارين إن دعوذة قريه هذا لو قارسيو تاسي وحسوسين الشيخ مصطفى دي أتسي وضط سؤاشي أهي دادك السفرك أي شقد أطاع من دا سفرك أردت السفرك أرد إلهي سبحانه وتعالى دادك مسافر انت واتو إلهي وشان رمضان سومتان كذو لها نغفر ذلك إلا ما داد أن شرعيغا وبنيي إني يعني أيوغو أفران وياني قفك مسافر كامرك وحو كمي دهي داد ياوغو معنا هايستو رخصة إلهي وسيه سبحانه وتعالى إني أفري كران كتم رضانو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتم العدو ولتكبروا الله على ما هدو ولعلكم تشكرون يعني إلهي وحليه سبحانه وتعالى قفك هدو مسافر يهي أما أمريد يهو جرن يهي قف كاسي وحو هلهيا سو حالو بنيي انو قفكي جيرانانا اي ان اطاقي اود ان انوله انو سومو انو قفكاسي افور ايدون كلا قادي دون ان شاء الله تعالى قفكاسي معناها حنون سنفتيسا حنون كو لبا لو كلا قادهي حنون كاسي انو يهاي دي حنون لرجينه قفكاسي انو كبكسودو اي حنون ان لرجينه ان قفكاسي انو كبكسودو حداي marka isqabtaan labada xanuun daawada kala aya qadka ku jira ayaan siinayna سؤال هل كذا أي نوع سيس عندهن تا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي ما قاعد أقول لك يا لك أنا يسوع. وحال ده ما قاعد أشوف سالم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تلفونك إذا لسه الشمس هي حقي أنا يسوع. ما قاعد أشوف سالم بعولها. هيا شمسو تليفونك يجلسوا فضلا الحمد لله معلمك سؤال هيا سود سود ده سؤال ترى واحد والسلاط القياء مركز قصب كبعدي سلاط الليل كبوسة حرية إسلام مكان قصب مساجد كسلاط الليل إنها تقول عن رأي وتكون كرا وما تسنتي شيخو كمغليا طبعا لا سعو جوابته سؤال هذا ترى واحد مركز قصب بحر موسى إحدى سلاط الليل كا أو موسى كعاء كد ميان تكذا بسهران كتكون كرا خير بدن الله سي شمسو لبدو وي سمين كرتا هدا انت ساحتو اي معناها مثلا تراويح انت سوتو كتي حوغات عبيه دالي دريمي سهدي ساحتو كل انت ساحتو سو توستو وي فضل بدن تو وي سمين كرتا هدي هبين كاسو اذا انا نوليسو اي دوني سنة او قيمنا تراويح دي كسوتو كتي قيمنا مركي قرقي اذا ايماتا اي دمع سنتاي مركي اون هولو اذا كلا قبستو كلا اني سنادي أنا عاو إذا قيامك أيضا نفتي هذا لا إما تنا أيضا نفتي هذا هو ثواب يأجر كلو غير هذا الله بده مرك الله بده ويس سمين كرتا كيد دونته ويس سمين كرتا ورجينا يا إني كبوغتي شمسو أديك أنا خير الله كسي يا لنا هاي
marka taraagliyasha ama dadka safarka ku shaqeysto marka taraagliyalka safarka horta maadaama ay tahay ruqsad loo siiyo qofka inuu waxaana marka uu hore ruqsadana loo siinaa waxay ahayd waa mashaqada safarka uu leeyahay iyo dhibaatada dadka ay safarka kala kulmahayaan maxaa yeelay qofka muqiimka ah nagi ama joogo mashaqo badan qofkaas lama kulmahayo laakiin badanaa qofka markuu musaafir yahay oo dhul kulul ama xaalad kulul ku jira waxaa dhici karta shaqo inuu limaado waxaad moodaa marka mararka qaarkood safaradii waagii hore jiray iyo safarada hadda jiro kala duwanyihiin masalan hadda dad baad waxaad arkaysaa ama taraag ha saarnaado ama diyaarad ha saarnaado ama tareen ha saarnaade inuusan wax tacabay daal badan uusan qofkii hadda ku dhacaynin oo laba arkaba mararka qaarkood dadka hadda diyaaradaha ku safraya taraanada inay ka raaxo badan yihiin mararka qaarkood xataa dadka caadigaho lugeynhaya socda magaaladoodii joogaba inay ayagiiba ka raaxo badan yihiin de ama ay ku fadhiyaan kursi macnaha raaxo badan ama markaasi qawishadayn marka waxaan dhihi lahaa maadaama horta ruqsa la siiyey ay tahay qofka musaafirka ah inuu qofkaasi afuri karahayo haddaadan safarkaada mashaqo iyo dhibaato badan aadan kala kulmaynin soon si thawaabkii soonkaadii ajirkaadii khayrkiina aad u gudatid wujuubka ilaahay uu ku saarayna aad u gudatid haddii laakiin qofkaasi uu safarkiisa mashaqo iyo dhibaato badan uu kala kulmahayo oo uusan markaasi xoogaa soonkii uu ku adkaanahayo markaasi qofkaasi ruqsu qabaa inuu qofkaasi markaasi afuro laakiin hadda waxaan dhihi lahaa ninka gaaru iska saaran yaha dhici karta maanto idil wax dhibo ma jiraan waxaa dhici karta dee mar la arko inuu meel ku nasanhayo mararka qaarkood de waan ka wada wareynaa xaaladaha iyaga xaalado badan baa u saaran ama biyahooda ama waxoodi ama uuba arko u shidan yahay bay isiiga naftigooda oo qabowba ay dareemhayaan marka waxaan dhihi lahaa raggaas walaalahay ah ilaahay khayr badan ha idinku abaalmariyo waafad ilahay idin siiyey waana fursad ilahay idin soo mariyey ha laga wada faa'iidaysta bisha ramadaana yaanaan markaasi wax dhayal dhayal ayaan lagu afurin gartay aada umaadsan tahay sheekh mustafa dadka soo wacay waa siin doonaa dabcan noo dulqaata ayaan idin leeyahay qofkan ayaan siinayaa haddii ilaah yiraahdo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu halo asalaamu calaykum haye soo daa alaykum asalaam waraxmatullah magacaaga walaal sheekh waxaa weydiinaya su-aal baan weydiinaya sheekha haye soo daa su-aasha walaal adoo magacaagana noogu bilaabaya nimca maxamed cabdi baa walaal ay dhahaa waxaan weydiinayaa sheekha waxaan weydiinayaa haddii aad xidhato maxaan ku dhahdaa habeen haddaad xidhato soonka oo maxaan ku dhahaa habeenkii dambe aad adoo niyada laakiin ku haya aadan haddana xidhanin soonku ma kuu jiraya waa intaas soomaa su-aashaada sheekh uu ku maqlayaa bismi illahi raxmaan raxiim niyada soonka horta waa mid loo baahan yahay qofka inuu niyaysto nebigunaguna calayhi salaatu wasalaam wuu noo bayaaniyo oo wuu noo caddeeyo waatuu yiri nebigu salawaatullahi rabbi wasalaamu calayh qofka aanaan habeenkii niyadii aanan barinin soon uma sugnaan buu yiri nebigu salawaatullahi rabbi wasalaamu calayhi waxaa laga rabaa marka qofka muminka fii kulli leylatin umi ramadaan ka tirsan inuu qofkaasi habeenkaasi uu soo xaadiriyo niyadii inuu beri soomahayo soonku marka labaa loo kala qaadaa midna waa waxaan midka faradka ah ee waajibka ah bishan hadda aan ku jirno midna waa sunno midka marka wujuubka waajibka ah midkan hadda aan ku sugannahay ah qofkaasi waxaa laga rabaa habeen la arka inuu bishaas oo habeenadaasi ama 29 ku dhamaato ama 30 ku dhamaato haddiiba alla gaarsiiyo inuu habeen la arko uu niyadii soo xaadiriyo oo uu niyaysto haddii soonkii marka sunno uu yahay weliba marka soo xaadirinhayana ay tahay bacda quruubi shamsi qoraxda marka ay dhacday ilaa qabla duluuci lfajri fajarka intuusan dhalan ka hor intaas inta u dhexayso daqiiqad ka mid ah waa inuu qofkaasi niyadii inuu soomahay beri uu soo xaadiriyaa haddii laakiin qofkaasi waxa uu soomahayo soon sunno oo ay tahay asagu markaasi looma shardinayo habeenkii qofkii inuu niyadii uu ku seexdo ama uu beriyo nago bal intaanan zawaalka uusan dhicin ka hor haddii intuu qofkaasi uu soo tooso barqadii oo kale inuu soomo uu rabo laakiin aysan u horeynin wax soonkii buriya waxba muusan cunin waxba muusan cabin lamuusanmawaashi macnaha soonka burinaysa lamuusan imaanin isagoo baahan buu keligii soo toosay waqtigaasi wuu niyaysan karaa waa inta laakiin qoraxda aysan zuulin lix saac wixii ka horeeyo qofka isaga ah 12 inta ka horeyso inuu macnaha inta ka horeyso
وحيران كره يسون كيسي أو نية سن كره يا سيد النبي قبل كده عليه الصلاة والسلام من عائشة رضي الله تعالى عن حديث كله قبرناي أنتوا يوم الحير ما أنت أكتر واحد عام مية هاي مركز وحير هذين مية واحد عام الرسول كله وأكتر نظام ما أنت ما هن قالوا حير إني إذا سامن هذا مر مر قدام أي سدات هاي هنو قان سوم هي النبي عليه الصلاة والسلام أما لكن نتكفر كعه قفك وإنه نيودا هبين لأرك أو بشا رمضان كترسن وإنه نيدي هبينك وإنه بريا متى سيدا هو يحاول الكرام أبا ما تسنتاي الشيخ مصطفى ددو حاجرة مركي سوميهين اسكو هرد ووقت هرد اسكو دافيو اسكو سو أدي حليلة أفرد إسو لوينو كلا بل ددك أسو كلا هدي أدل الدر دارن تود وذاكتو أما قتلتك الألان كرت عبادة السومك إيو ورادين أي أجر هدنا أي أد هردان ما شاء الله حول الكرام نبي عليه الصلاة والسلام بشهر رمضان مركا أنو لقاها الله أيو والصلاة لا حتى وحلقها من اسكوة الدران هالمر أرتا بشهر رمضان واجهان اسقفك مؤمن كاسومر وذهبئة لأن دون هي قفك سئنو كفا إذا يستوقتك أسقع ما هينو ضيعة أما أهردوك ضيعة أما لهو كالوك ضيعة ما هن بل نبي عليه الصلاة والسلام قيام كهذا مركو كهذا أيو هبانك إسكت دافع حتى هبينك إلا النور أيو وأن أقنعه معظم كأن هبينك تدق بدنيهن إن أما استريحان أما أي سحدان وكل إن يجعليهن يحتى النبي يقول كبر رجنها يا صلوات الله رب السلام عليه إن قيام الليل لي مادان وهبينك يا عمرناته يكو عمرناته عبادي يا طاعي خير إن يكو عمرناته قفك مرك أنتو إذا يعهردون هي إسكت سحانه يكليه هذا دو قفك سهرتك عذاب إكتا إنو سنبر دي وحيابي وجوبك هايو لغول لي هايبا وصلاء إمانينو صلاة دي أما صبحي يظهر كي عصر كي مغرب كي إنو كتاك إدعي كرتبا وأولي بس كسا إنو كتاك إدعي كرتو قفك سوا آثم وادن بابا هيا دي قفك سوا حمانو قد عاي حماني معسي مبنانو هذه مركا وقفك سنو رسو توسي كرد دي صلاة ها سعودل لكن أسوق أقن وقت جا مجرى دانا هرددو وساقن نقون هيا وهو رب هرددي كلي إنو وقت جا دلكم هاشي وضعيف النمو يتعيضا قفك سنو حان لها نسخهم بكل كجر تحق إيمان كيسا إنو مركا قفك إسلالي وواقنا وعمره وضاعي خير إيواناك وكو عمره حان أقن هاي نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام مركي بشهر رمضان لقاها لهاي واتو عبدك عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه واتو اجود الناس بالخير بو النبي عليه الصلاه والسلام يعني فعلك وناكسن او لا سميه فعل خيراتك او لا سميه النبي كو داخد بدن بو النبي صلوات الله وسلام عليه وكان اجود ما يكون في رمضان مركو ولي بو سيده خير بدن يحي وانا بدن يحينه وحي هي بشهر رمضان دحديده ما حد اجر مركا بشهر رمضان واحد اجر النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا معناها جبريل باوي ما جري بشهر رمضان قد هذا مركز النبي قال لكل مجرى عليه الصلاة والسلام هبينك يقول لكل مجرى هبين لأركو مالك أنا خيرك وأنا النبي عليه الصلاة والسلام حتى اعتكافك النبي مالك أنك مساجدك سوكو اعتكاف سنان جري وحن قلنا إنه النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه عدي طبعا كدم هذا بشهر رمضان كما إيسان سيجيرن أيوه وهو يكدر نايد باللواتان ككالي وحد عكرتوا طبعا كدم بأنه سن بالنبي عليه الصلاة والسلام دنير هي إنه خلاها مالها سكر آد هي مويانه إنه سنكبيح من ليلا ونهارا بقى مساجدك أو يهمر وتاجي هاي مر القرآن كاس النبي عليه الصلاة والسلام وحصل رت النبي عليه الصلاة والسلام إيه جبريل فيدارس القرآن فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة النبي عليه الصلاة والسلام قرآن كا ويسلك دمين جرين جبريل بشهر رمضان جبريل بقى مين جري وميرن هي هذا النبي قام ميرن جري عليه الصلاة والسلام وحكى له أيضا سؤال رتاي إمام الشافعي رحمه الله تعالى عنه غير رمضان مركز رمضان كأسنجرين مالك يمينك قرآن كبربو دمينجرين أما في رمضان مركز لقاره لبضى لبضى دمينجر هبينك مالك لحدا مربو بشهر رمضان دمينجرين وحد ريمي سامركة أصحاب تنبقى تقول لك لا يعني صور عايش شيخ مصطفى واسينينا السلام عليكم السلام وكجوعي دب عند وذهسي أدبان أوحنا هاي وحرجينا يا إنه مركلة كسو عليو أنا وبرامج كبر جبين دونا هالقف أما لا بقف كلي هنسين كرنا شيخ مصطفى مركا وحن أران لها طيعة هلا قد عفوا مالك قف وين القرآن كأد وخريستان إن شاء الله تبارك شيخ مصطفى وحجرته بلن يارو ترى وحدة كذان لكن زلاد الصبح يا كتكته بلن أسوق كلب الكور أنت أنا وجد بين داودنا هاي هنسين يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هلو 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 خير عبد الله الله يداولا خير عبد الله هي برنامج كدي الله سؤال سؤال يرضى سؤال يرضى سؤال يرضى الالوي هي سودا والله وحل انا وأنا أقول لك أن ورسانينا سؤالها قف كان كلانسينينا ورسانينا سؤالها كورسانينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلو السلام عليكم وعليكم السلام ولا المقعة المقعة أنفع هي أنفع الكينة جسوا وعيسا اوكي برنامج هدي الله صوت السؤال هدي اتقبت سو جود بي انفع تليفونك يلا صوت انفع قال لي سيده لو له قال رمضان ميا سؤال شفافة ينفع تليفون كان يجلس أورا شيخ مفهم سؤال شيخ هاد بقى ما تسنت هاي شيخ وكجواب الدونا سؤال شا هذا لسعو هاي شيخ لو السؤال أدبل مركان سلق هذا قبل يهور اعتري مرنا حامل أنها مرنا مرضع على هاي وحبان وجينا هاي صون با يقتقي قيمنا وان قضي قيمت كلو اللي يقولها بان قرم واي برضو قفكو صائم كا قبل هذا مرضع على أكله وحن وجينا يس أكله دي قفكا سي أما حمل جا أكله أور كله دي قفكا يضاق يأود هدي ويا لهم ويس قبل داس هنا مركز صونته دي وحال يقول لي صون كاس هنا سو قضي سو haddii markaas wax nuujinaysayna nuujinta marka la waa loo kala qaadaya inay ayada macnaha nafsadeeda ay u cabsatay haddii ilmahaasi nuujiso iyo inay u cabsatay nafsadeeda iyo ilmaha haddii ay nafsadeeda u cabsatay wixii lagu leeyahay waa qada oo kaliya haddii laakiin waxa ay u cabsanaysa ay ahayd ilmaheeda deesoonkaas markaa waxay noqonaysaa inay ayadana soo qadayso labadaas waa lagu leeyahay oo qadihii mar la arko waa u taagan yahay waxa laga rabaa marka hadii intii ay soo aysan soomin oo ay ka tagtay haday macrifo u leedahay maalmihii baa laga wad qadaynaya waa qadina soo qadaysa waajib inta aysan macnaha ilaahay fursad buu siiyay diinkanaga waa yusr waa fudud yahay maalmahaas ay umusha ku jirto in inta xamliga ay ku jirtay haday daaqay awood badan ay u yeelan weysay oo tabar darre ay u keentay inay soomi weysay tay markay gabadhaasi dhasho ama umushaasi ay ka baxdo ilaahay bilooyin karo tiro badan bay markaa leedahay waa inay soo qadaysaan laakiin qofka waxaa la yiraahdaa haddii ka waran ay tahay ayadii qof murdi ay aman waxay nuujinaysay matal ahaan ha nuujiso nuugmadii ilmihiina way cabsatay nafsadeedana way cabsatay fidan waa lagu leeyahay qadana waa lagu leeyahay tacaamna way bixinaysaa وين soo qadaynaysa soonkeena oo lagu leeyahay maxay yeelay qofkaas laba nafsad bay ku badbaadinaysaa markay waxii ay ayada markaasi ay ku afuraysay macnaha ma aheyn kali wax nafsadeeda lawla haday nafsadeeda kaliya ay ahaan lahayd waxay ruqsad u qabilayd qofkaasi ayada in markaasi ay soo qadaysa kaliya qadihi kaliya laga rabo laakiin maadaama ilmihi uu cabsatay darteed waxa lagu yeelanayaa fidyan waa lagu yeelanayaa
أضنا مركز أسقى والغوية لنا يا سنة نفتي سنة. قبل أن كلا أيضا نتري سؤال شيء كلا قبل وحي هي تقف قضاء اللي يقول لي صلاة قضاء. يعني تراويح ذا ما تكون كرتان. سيدا طبعا شيء قف كواجب هذي اللي يقول لي هاي. وينو واجب كي قتاه. إنه السنة ذي كلا سكون مشغول يا هي ما أهن. حدي مركز قبل ده مثلا أي جماعة ذي تكتو. صلاة هي أيضا وحي تكون ليس قضاء هذه. قضاء هذه بيت تكون ليس. وصلاة هذه كتجد الصبح هذه هذه ظهر هذه هذه عصر هذه هذه مغرب هذه وأنا يؤتوا كتا قضاء هان ووحي أيضا كتجد بمركز الصلاة ده سؤن يونس يؤتوا كنيسة أما لكن قفك أنت السنة اللي يقول لي هي أنت قفك واجب اللي يقول لي هي السنة أم يقول بكرهية وأنا وقت جي سك عمرة وقت جي كتجد قضاءها وأنا سوق ده واجب هدي رمضان قلعة اللي يقول لي هي كورنا إيساس إن كيس تقولك سؤال شاس ما يا رمضان صام صام هذول إسكو محرنا صام أي سلام حبيب إسكو محرنا صلاة وما سنت أي داود كلا يانسينا يا عمر كان السلام عليكم داود السلام عليكم ولا بل تلفونك إجلا صع ما جا عاجا إيه هل كات جوكتو نوشك تي في كان إسكو جابي وكحنا عيد أجيستا استبعا عدك أي عنا قصو أنه نقون أي عمد داوضة هاسي مسي وذكرنا كلمة دي رايد هداية قبل دي مركز سؤاشي هوري ملي أمانا دميسترن قبل دي تري معنا حملقا يؤور كشيغن دادك دادك عن وحير حسوسنا يا داوضة يال مركة على التليفون كسو درتان isku day in aad telefoonka dhigta nagala socotaan sababtoo ah waxa jirta codka ayaa nagu soo noqonaya marka sida daraadeed aniga iyo adiga waxa noo dhaxeeyay telefoonka laakiin TV ga codka uu ka sii yara dambeeya marka isku day si aan u wada hadalno hadhaysan in TV ga aniga telefoonka igala soco waad maadsan tahay daawadahan ayaan siinaya markan salaam aleekum salaam aleekum ولا تلفونك إجلا سعة تلفونك تي في وقدم بيع عد كسيان اسمه قلنا فضلا هي ما جاي ناس وجود بيمشى جوكتو هي الليلة بل سؤال شاد قبل سو جود بي داود يالك لا أياقتك كجرا سيان أفضل دينه سؤال عن هالمرة ورسانه بل سؤال شاد محيطها اوكي ما هذا سوق لين المياه ما سوق لا بدا رمضان بو وكاو ذا تجا المياه لا بدا بلود با اوكي هيا فاضمة سؤال شاد قبط محيطاي شيخ مصطفى يا وجود بناء هاي شيخ مصطفى لبدا سؤالات لبدا قبل دون سواء لبدا قبل دون انت انا انت هورا قبل دي هورا كلمة دي دار بينا ما هيك جوابه او هاي انا بو اوربان لها ما مرنا وحنا لوجينا هاي قبل اسا دي مركه هورا دي اي ايدو مركه انت اور كلا هيد نفس دي دو دي ايو عبسنيسي ما مركه وحنا لوجينا سدي نفس دي دو عبسنيسي قبل اس قضاء بسهل لقول لي هاي لكن واحد يلعب سنة هذه لوضع سي أما مرك يقول كلها هذا مرك وإحنا وجينا سها هذه واحد المهد هذه تاي قف كاس قضنا في دي يقضى لوضع ولا جربها لأنه غير كده مرك سو يلعب سنة ستها واسدة يضاء وطعامنا ويبحنا يسوينا سوق قضاء قبل اللوضع بلوضع كتكتي تي هرم معنا تي هرم سؤال شيء تي هرم كوضع هي
gabadhii labaad oo hadda dhahaysay laba bilood baa iga tagtay, midna waan xanuunsanaa, midna waan umulbaan ahaa. Waa la fiirinaya qof waxay raacisa xitaa markii soonka la furana waxay tiri waa qof xanuunsanahay masoo la fiirinaya haddii xanuunkaasi dee weli uu sidii baaqi u yahay oo matalan soonkii horeo kalay iyo ahayd wixii ka tagta matalan hama ka hadlahaya ama kii kasii horreeyay xanuunkiiba waxaa la arkaa bacda ramadaan weli inuu xanuunkii sidii u taagan yahay. Dee ramadaankii kale haddana ku yimid, haddana xanuunka hadduu sidii u taagnaado ilaa ay ramadaankan kale hadda ay kasoo gaartay, dawli cudurdaarkii sharciga ahaabay leedahay oo markay fiyoobaatay un gabadhaas soo qadaynaysa haddii ilaah yiraahdo. Markaan ay uurka leedahay naftigeedana oo ay sheeganaysay, inkastoon umaleynaa gabadhaas inay ahayd mid tira xanuunkiiba macnaha weli sidiiuyahaybadan weli xanuunkii uu sii daa'imay. Haddii marka xanuunkii uu weli joogta yahayna oo uusan soonkii hore ilaa iyo soonka hadda uusan u kala go-inna, tii gabadhaasi weli cudurdaarkii sharciga ahbay ku jirtaa. Markay fiyoobaato ilaahay xanuunkan dhinac u dhaafiyo, xanuunka ila soomi weysa markii ilaahay u dhaafiyo subxaanahu wa tacaala oo istiraahdo hadda waad soomi kartaa, markaasi gabadhaasi soomaysaa haddii ilaahay yiraahdo subxaanahu wa tacaala. Haddii laakiin ayadii ay heshay waqti fursad ah ama bilooyin dhexda ay ku jireen ayna soo qadayn kartay, u fiirsa hadalkaygaas, ay soo qadayn kartay laakiin aysan ka faa'iidaysan oo aysan soo qadaynin, oo xanuunkii matala markii hore weyso ana way xanuunsaneyd markay dhashay ka baxdana xanuunkii bahay, laakiin bilihii dambe oo idil ay fiyowdahay oo ay soo qadayn kartaa bilahaas iyada a way bishiri lagu lahaa ama labada bilood oo lagu lahaa oo uu soonkii kale ku soo galo, horta gabadha qofkaasi wuu dambaabahayaa. Marka labaadna waxaa weeye qofkaasi qadana waa lagu leeyahay, fidyana waa lagu yeelanhayaa, oo mid bay raacinaysaa tacaam ah inay bixiso maalin la arko, taasna waa raacisaa. Wallaahi subxaanahu wa ta'aala haddii xanuunka uu yahay mid aan kaba tegin, laakiin hadduu yahay mid aanan kaba tegin intay doontaba ahaato, haddii laba sano iyo haddii saddex sano iyo hadduu afar sano xanuunkaasi hayay, qofkaasna weli xanuunkii uu daa'im ku yahay, ila soomi la'da xanuunka asaga ah cudurdaarkaa sharcigay leedahay ilaa ilaahay uu ka caafiyo subxaanahu wa ta'aala. Maxay samaynaysaa marka? Waxay samaynaysaa markii un ay caafimaado yay waxay soo qadaynaysaa, haddii hal soon lagu lahaa iyo haddii labo lagu lahaa iyo haddii saddex lagu lahaaba, markaasay soo qadaynaysaa, qadiyan bay la imaanaysaa xanuunka. Marka laakiin labaa loo kala qaadaa naftigiisa, iyadan oo su-aashan sii dhex gelinaya insha allahu tacaala, haddii qofkii uu yahay ayada ma aan ka hadli mahayo, laakiin qof kaloo mariid ahaa jira wuu xanuunsan yahay, xanuunkiisana rajo lagama qabo qofkaasi inuu caafimaado. Dee qofkaasi marka asaga maadaama haddii dakhtar maahira uu soo sheego yiraahdo qofkan xanuunkan xanuun inuu sii nusqaamiyo mooyaane, xanuun uu kasoo kabanhaya ama quwad buu ku yeelanaya ma jirta, hadduu yiraahdo ducfigii iyo wixiina sidii ay uga muuqdaan inuu sii hubanhay mooyaane, de qofkaasi marka waxay noqon la rajaynaynin inuu xanuunkaasi ka bogsoodo. Qofka asaga marka wuxuu la imaanhayaa maalin la arka midkiisa dacamkii subaxna, wuxuuna bixinaya fii kulli yoomin ogow, maaha inuu soddonka maalmood hal maalin bixinayo, fii kulli maalin la arko ramadaana iyo wixiisii la baxahayaa. Gabadhii kaloo tiri umul baan ahaa sideed maalmoodaan soo qaleeyay bil ramadaana ligu lahaa, wax sideed maalmood oo kale ku qiyaastay, muxuu noqonaya xukunkeeda ayada? Tii sideed maalmood soo qadaysa dee labaatan iyo dhowr beri kale baa lagu leeyahay markaas oo qadaheedii laga rabaa, marka waa inay soo qadaysaa intaana bishii macnaha ramadaankii kale intuusan ku dhalan, haddii bishii hore lagu lahaa oo kale matalan, haddii inta u dhexaysa hadda sidan kuu sheegahay ay soo qadayn kartay oo awood iyo jaanis ay u haysatay laakiin ay dayacday ayadii, waxay noqonaysaa inay horta mar la arka qadihii waa taagan yahay, oo hadda bishan ramadaan markay ka baxdo oo kale haddii ilaahay waafajiyo waa inay soo qadaysaa intii bishii hore ka tagto ama labaatan iyo dhowrka beri ah, kabacdina markaas waxay la imaanaysaa maadaama bil ramadaan oo kale ay kusoo gashayna inay maalin la arka markaasina isagana midkiisa daawadahan ayaan siinayaa oo u dabcan u nasiib u yeeshay. Asalaamu calaykum walaal. Walaal telefoonka igala soco fadlan. Haa, telefoonka igala soco fadlan, TV-ga iska gaabi, ha dhegeysan TV-ga, anigaa kula hadlaya. Haye, magacaaga? Faadumo. Faadumo, su-aashaadu maxay tahay?
سومنك كده بي ما سوين تم سما هذا سومن. ما يعرف رامنك كروان صوب. ما يعرف رامنك كروان صوب. أوكي مركب دور سون وكده بي ساجرته وعاد سون تلاكين سون كهرباء وقولها. أوكي شيخ وكم أغلى يا شيخ هاي سؤال عن رمضان كأذى أتر بدين. قفك صائم وأناها صون هروك سو تدي. هذانا سوق أضين كري هو جانس وهي لكن دادتك واسكدة أكرتا إن مركز أما مشغول كله يسكتشر أما سكر هاللوف وضي استه إن أنا قفكي مركي وسن بليه أنت رمضان كي كلا إيمان إنه قفكي أسجها وسن سوق أضين هذي دعوه وتعدي أسج حقي سكيم دوي مرة أركهرت الصون كل سكولة يا واحد نتك غربة وحي رادا الصون كي بالله والله ما أمس الدحلام الصون كوح مسم الله الله وأسبه حديد توم بري الجوجلها توان السنة هذا نسوي من توان كم بالجوجل ليه لكن واحد الله الله ما هي وحوي ومتكي وبعضكي ومتكي راشين كها أو هدي بس بشان الصون كي هراء كلا مثلا أما الصون كي سدح هذا وكلا هدي قضى الجوجلها أو أديكو قضين كره هي oo soonkii kala kugu yimaado qadii horta waa lagu leeyahay laakiin waxa hadana raac inaysid waxa weeye in aad hadana mud bixisid raashina hadiir ramadaankii kala hadana kugu yimaado adan wali ki hore aan soo qadaynin ki waa soontay ramadaankii dhaxad soontay daartid laakiin ki hore ma aan soo qadayn ayadana sidii uu u taaganta horta intii lagu lahaa unba mar la arkay taagan laakiin hadba ramadaan kala inta uu kugu dhasho haday adan qadayn متكاسة كوجو كردهايو. متكه دي أدفع فاي صدق. وحوي وكم براشين هوي. كم براشينا. هدي مركب قف كي أود ولا يا هدي قف هذا ماشان لوسي أي ترتنة. وسين. هدي أصلا لهينا إنتو مركب أسي ماشي كلودات كأباهن أي تيران ودرسدون. يوحوا لي في كل ما عنها أنتي ما عنها لغولها. يولي قبحي. هدي قف كقف مريض هو تيران وأهانا. هدو سنة هذا إنت كقاعدة هلكان أي سن تيران. هم أنا بكسوشي سأنا لسوغنين. أما قف كي ويل كأها. أنا سوامي كرينو إذا غي أود أنا لهين. إمتك اللي قبحنا أي. إنتو درسد الراشينكا. العقد راشينكا لوجا دلها يوقفوا كوكل سوني هاي وكيلنا هاي ولي راشين قط ما لنا أركب بشهر رمضان هنا متك أي رجبي حينو يرهدو إنه مركز يجبي يرهدو أو ما لنا أركب متك هذا كل يوم كبي حيو إنه سيدا أيضا هم بسمين كرهيا مركا دتك وحارم كل تالين لها خير بدن الله سي دتك صان كل ولا يهاي جانس بدن بعد دتك صامرة سنة كي والله بيتهم بلاد هدي إلهي أوكا كي حنوك يكو هاي أما مركع عذر دار كي الله هيد أم الله هاي أما مركع يضع حمل أور أوتشري أودنا أدوية لمويسي هدي إلهي حمل قاسي أوكا دتيو أما النوك مدى إلمه أدكا أم الأمشي أدكا بحديد أما تشري دي كو هاي سأي كاب حضا وواجب وحق لقو لي هاي حق لقو تأما قضا لقو تنوحا وواجب سن دينت إلهي سبحانه وتعالى قفل أركا مركع حنوك الله تعالى هيا إنه إلهي دينتي ساسي إسكب قدو تا إيضاها فضل بطن إنت إيسان كو إيمان قيرد حيال قيرد مرقت قوتي يدون تا إسكب إيمان كرتا مركا إني دادالانو دي هدي قفكي مثلا هذا بالعمل حتى هدو سن سومين وكلا مثلا هنو بشا سيكتك تي هدي بشا كو حيكتو وكلا قفكي وعذر داركي وحي كبحو أما حانونك إلهي كقادو طوان بلود بأوهرتي طوان كا بلود حتى مبالن أركات دو شنك سومو أما مالن لو سدح مال متكسومه هو سدح مال مضبش هدول كسومه تونك بره هالمال هدول ده حقليه وكسر ده مال هدبش أيضاً لكن استخفاف كيف وضعي سجى مسكدي إنه إن شاء الله سنتاي داوديال داوديال شاقتك كجرا وأمهت علينا وأنا عذر دارنا نعم دام وقتك أدو بحو وقت جانا وأد نوجير يا هاي درتيد ذات كنا سوا وعي دمانتود وحي هاي دمر الشيخ مصطفى محي كنت سيسها أرتا بدنا عذر دارك حق قضاها حق اسم مركان وكان ضيمه بدنا وح ودعاء دمرك أما واحد ذكرته هو يضاسي إن مركز حملي وقول والبدين سما واجبات كتير حالة هذه جرتها وأساس إنك استوى معنا حق حملي جمرك الله في ريو هي حق إنه جمدي مرك الله في ريو هي حق كلو دعي كرتا إذا نفتح هذا جوادي إن هي معناها
النفاس كما دي للميت كي نيكو جرتا نفس دهان تهدي وكاله أما عدد ديسا مركو حد إعكرت بدانا إنو كوي ما دين قدا حقي سو كالاقو حقي معنا سو حقي أدبه ما سيدا سي مركو حد إعكرت إني أدو قول ولا هيانو هاي مركز أسرة درهم دام رجوا ويري هاي معناها أنت بدنا وكجت أدبا وما تسنت هاي برنامج كنا الرحمة تي في شو أيوة ها برنامج كان أو أه برنامج عن وجود تلاقيناي إن علماء دا عن مس أي مساجد دا هرمود كا أما هو جامسة أي دتك دعوة دا كجارسيان قريه هو دا ما دام دتك إيمان كرا مساجد كا أي كبدين دتك عن إيمانين هذه أي نقول هاد عرور هويين يولي بعد دة برنامج كأني جاي إذن السعوديين أي جمعة والبسيطة ساعات هل كان أقدر دعوانا إنسان برنامج كمان توحى إسكالة الرحمة إسلامي سنتر ومسجد كوي الله مجال كولومبوس حافظة كابيتال بارك وحنا إلى جوجا إمام كمسجد كاسي أو عندي كرنو إن وآد أسوق عيا أما وكر وقادي هذه أي نقول هاد أرمها بلشدة دلني يرضى iyo waliba qoysaska sheekh mustafa wuu ku mahadcelinayna adiga iyo culimadaada iyo gudiyada kula shaqeeya iyo sida aad hawshiina u wadataan barnaamijkan waa barnaamij u gaar ah masjidka al-rahma aniga abd qadir aan la socodsiinayay ramadaan kariim tan iyo intii barnaamij mid kan lamid aanu kaga kulmi doono anagoo isku duuban waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabad galiyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh